ورجعنا لحضراتكم تاني بفقرة الصحافة، الدنيا فيها ايه؟ نتجول في صحف واخبار النهاردة، لكن في البداية اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي بيشرفني، الاستاذ شوكت اسكندر الكاتب الصحفي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. نورنا. اهلا وسهلا. نبتدي مع حضرتك جولتنا من جريدة الاخبار، وعلى صفحتها الاولى الخبر بيقول قمة مصرية أردنية بين السيسي وعبد الله بعمان، الزعيمان يؤكدان أهمية استئناف مفاوضات السلام والتصدي للإرهاب. في زيارة سريعة للرئيس السيسي أمس للأردن الشقيق، التقى بجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكان الحديث يعني عن التصدي للإرهاب واستئناف مفاوضات السلام وعن كل ما يهم الشأن المنطقة اللي احنا بنعيش فيها. طبعا الأردن هي جارة شقيقة، ويعني يمكن تقريبا دي الزيارة الأولى للرئيس السيسي في 2019. تعليق حضرتك على الزيارة. أولا صباح الخير عليكم. أهلا بحضرتك. قمة مصر والأردن على طول معروفة طبعا بدول الجوار وكده. طبعا القمة ديت هم مسمينها قمة التحديات، مواجهة التحديات، لأن هو بيناقش معاه كيفية التصدي للإرهاب اللي ضرب المنطقة كلها، وطبعا يهم الأردن في المقام الأول إن هي تشترك مع مصر كدولة محورية في المنطقة للتصدي للإرهاب، والدورها اللي باين في التصدي للإرهاب فعلا على جميع المستويات وعلى جميع الحدود بتاعتنا. فيهم الأردن إن هي تشترك مع مصر في حاجة زي كده. الحاجة الثانية طبعا في استثمارات مشتركة بين البلدين. طبعا يهم السيسي إن هو يجذب استثمارات جديدة لمصر في الدور اللي هو قايم بيه في تنمية البلد. طيب احنا في تقريبا حوالي اكتر من 500 مليون دولار بالضبط، يعني ويمكن يزيد كمان عن كده. وكل طبعا انت حضرتك عارف ان كل ما تيجي استثمارات للدولة كل ما التنمية بتزيد. طبعا مهم ان احنا نجمع شركائنا وجيراننا من الدول الاخرى ان هم يجوا يستثمروا في مصر. الحاجة الثانية استئناف مفاوضات الفلسطينية والقضية المحورية والقضية الأزلية اللي على مر العصور ومش عايزة تنتهي. المفروض أن كل الدول العربية تتوحد بقى ويشوفوا حل للمشكلة الفلسطينية، وبالأخص أن في يعني احنا كنا سمعنا من فترة أن حماس وغزة بدأوا أن هم يبقى في توافق بينهم وهيبدأوا في حل. تمام. فجأة حصلت خلافات بينهم تاني ورجعنا للنقطة صفر، فده طبعا مش وليد حاجة فلسطينية، ولكن ده برضو أيادي خارجية زي ما احنا بنقول على طول ان في أيادي خارجية بتلعب في المنطقة ككل. فده شغل خارجي، يعني ناس ليها مصالح ان القضية الفلسطينية ما تتحلش. صحيح. فبالتالي لو الدول العربية اتحدت كلها مع بعض ويعني في قمة عربية المفروض ان هي جاية، المفروض ان ده يبقى على طاولة المفاوضات. صحيح. فاعتقد برضو قمة السيسي والملك عبد الله اعتقد ان هم يعني قمة مهمة جدا في المرحلة الحالية. دايما قمة ناجحة ودايما في تبادل ومشاورات في الآراء ما بين البلدين الشقيقين، طبعا يمكن للقرب الجغرافي والقرب الشعبي كمان والشعبي، لان الأردن يعني شعب الأردن قريب قوي من شعب مصر. صحيح. على فكرة، وحتى الطبيعة بتاعتهم قريبين يعني مننا في كل تمام. ابتدي مع حضرتك خبر اخر من جريده الوطن، الخبر بيقول ممثل وزاره البترول امام البرلمان وقف استيراد البنزين والسولار خلال عامين، مده طوارئ 3 أشهر واقرار قانون مجلس ذوي الاعاقه. طبعا اكثر من خبر، يمكن من الاخبار المهمه اللي بيقولها وزير البترول وقف استيراد البنزين والسولار خلال عامين، ودي يمكن ده خبر جيد وخبر مبشر ومفرح. يعني هو خبر مبشر جدا من ممثل وزارة البترول ان هو بيقول ان احنا هنوقف استيراد البنزين، وكويس ان هو قال والسولار، وكويس ان هو قال ان هي خلال عامين، لان وزير البترول موجود مع
الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن وبيتفق على استيراد غاز. فأنا مش عارف التضارب ده تصدير غاز؟ استيراد غاز. استيراد. بيتفق على استيراد غاز. يعني يمكن أنا غاز. احنا نستورد غاز. احنا هنستورد. يمكن انا قريت غلط بقى. أو يمكن انا عارف ان احنا هنصدر غاز. قريت غلط بس هي موجوده. لإكفاء حاجه الاردن من الكهرباء. لا هو استيراد غاز هنستورد. اللي انا اعرفه ان احنا هنصدر غاز للاردن. المفروض ان احنا نصدر لان احنا عندنا عشان الاردن يستخدمها في توليد الطاقه الكهربائيه. يعني المفروض ان احنا عندنا اكتفاء زادي من الغاز حاليا. مش كمان سنتين ولا حاجه يعني. طبعا. هي موجوده في الاخبار جوه. نشوفها دلوقتي. برضو من الاخبار الثانيه دي بقى لازم احنا نبقى نعرفها ماده الطوارئ. ماده الطوارئ ده بقى عمل اعتيادي تقريبا يعني انا اتمنى ان قانون الطوارئ دوت مش يتمد 3 شهور بس دلوقتي. المفروض ان هو يتمد لغايه القمه الافريقيه قمه الامم الافريقيه تنتهي من عندنا لان احنا هننظمها بعد فترة طويلة قوي هتبدأ في 13/6 تنتهي 3/7 وأعتقد حاجة زي كده قمة زي كده هتدخل لمصر استثمارات كبيرة أعتقد أن أعداء النجاح بلاش بقى نقول المتطرفين والإخوان والقصة دي أعداء النجاح هيبدأوا يلعبوا في المنطقة دي بحيث أن هم يفشلوا مصر ان هم يفشلوا الدوره كلها وبالتالي مصر تطلع قدام العالم صحيح. ما بتعرفش تنظم حاجه صحيح. فاعتقد ان مد قانون الطوارئ في الفتره ديت مهم جدا عشان للضرب على اي ايدي منحرفه زي ما احنا بنقول يعني تمام احنا عايزين نقول بس ان قانون الطوارئ هو المعني بيه بالاكثر فكره الارهاب يعني الارهاب يعني ملوش اي تاثير بشكل او باخر على حياه على المواطن العادي لا طبعا اليومي بدليل ان احنا بنمشي في الشوارع مش هتلاقي دبابات او حد لا بيقول لك ولا حد بيوقفك يقول لك حد بيوقفك او ماشي ليه متاخر او الكلام ده كله ما فيش الكلام ده بس هو بيدي له امكانيه ان هو يتعامل مع الارهاب بشكل سريع تمام وده مطلوب وده مطلوب طبعا. يعني ان احنا نقتص الارهاب تماما تمام معايا خبر اخر من المصر اليوم الحكومه بتقول عام 2019 المحطه الاخيره لبرنامج الاصلاح الماليه بتقول لا زياده في الضرائب ونركز على رفع كفاءه التحسين طبعا كل ما بيجي فكره برنامج الاصلاح لا اخفيك سرا يعني المواطن او المواطنين كلهم يعني بطنهم بتكركب كده بنقول كفايه اصلاح يقول لك كفايه يعني اصلاح لحد كده يعني كفايه اصلاح الحكومه بتقول لنا 2019 يعني المفهوم من ده ان في هيبقى في زيادات في 2019 في بالظبط يعني هو يعني المحطه الاخيره للبرنامج الاصلاحي يبقى ده فعلا مؤشر ان هتبقى في زيادات لبعض السلع او في الاسعار عموما في خلال 2019 ولكن لا زياده في الضرائب يعني انا اعتقد يعني ما هو كفايه ضرائب فعلا يعني انت هتروح بالضرائب فين تاني صحيح ما فيش دوله بتدي 100% ضرائب يعني احنا هنا 14% وبتزيد والسلعه بتجي لك عقبال ما بتوصل لك بتوصل لك باكثر من 14% في دول بيبقى فيها ضرائب طبعا اكتر من كده عشان بس نكون محقين يعني بس هي برضو سقف المرتبات وسقف الدخل عنده يعني أنا اعلى من كده بعشرات انا بتكلم يعني انا بتكلم على مستوى الدخول عندنا في مصر لكن هقارن نفسي باوروبا يبقى اقارن برضو مرتبي باوروبا صحيح هقارن صحيح هقارن الخدمه نفسها باوروبا بخدمه اوروبا انت النهارده بتزود لي كتير. مثلا حاجه زي المترو مثلا عمال كل شهرين ثلاثه تزودها لي جنيه و2 جنيه ودلوقتي مش عارف بقت بخمسه ولا بسبعه والتحسين جوده المترو ما بيزيدش سنتي ما بيزيدش قال هزود وهحسن الخدمه هو زود ولكن الخدمه زي الخدمة ما هي انا مش عايز اقول زي ما هي انا عايز اقول بتتراجع وعلى كلمه حضرتك ان احنا خلينا منصفين هو الحاجه الوحيده اللي هي بتتعمل دلوقتي ان هو بيعمل خط مزدوج ما بين محطه عزبه النخل والمرج او المرج والمرج طبعا ما في المشروعات يعني موجوده يعني سواء المحطه التبادليه والمرج الجديده فعلا بيتم تعديلها بشكل افضل بالزبط. وفي مترو جديد ولكن ده وفي كل حاجه ما اعتقدش ان دوت بس انا بتكلم على القائم اللي هو المترو الاساسي بتاعنا حلوان المرج يعني تحسين الاداء فيه نهائي مش موجود
يعني انا من رك يعني من ركاب المترو وليا تجارب كتيره قوي معاه. يعني يكفي ان انت في المحطه الرئيسيه تقف لك مثلا ربع ساعه عشان صحيح. تلاقي مترو صحيح. ده تحسين. فنتمنى في برنامج الاصلاح الاقتصادي فعلا ما يبقاش فيه ضرائب زياده. ما فيش ضرائب زياده بس لكن كمان زياده سعر الخدمات نتمنى ان هي يصلحوا الخدمه. وانا موافق يفرضوا الضرائب بس خد ضريبه واعمل لي بيها خدمات. انا موافق لكن ما تاخدش مني ضريبه ونفس الخدمات هي هي بل وبتسوق. فده اللي بيخلي المواطن المصري ناقم على الحكومه بصراحه. صحيح. يعني معايا خبر اخر من اليوم السابع بيقول التعليم تنجح في اول اختبار اوبن بوك. الوزاره تؤكد ارتفاع نسب الحضور والطلاب. الاسئله اختبار ذكاء وتعتمد على الفهم. ده اعتقد كان لاولى ثانوي. اولى ثانوي. فكره الاوبن بوك ان انا ممكن ادخل باي كتب انا عاوزها. الامتحان الامتحان بيبقى دايما قائم على الفهم مش قائم على الموجود في الكتاب. ودي التجربه الجديده الدكتور شوقي وزير التعليم بيعملها وتجربة بصراحة ممتازة جدا. بس يا رب تستمر ونفضل كده يعني من أولى ثانوي بقى ونطلع بيها لتالتة ثانوي ونخلص من موضوع. لأن دي أستاذ إسحاق دي هتخلصنا من قصة الدروس الخصوصية بصراحة. لأن خلاص أنت داخل الامتحان أنت مش عارف أنت هتمتحن في إيه. أنت المفروض تبقى فاهم المادة مش حافظها. فحتى الدروس الخصوصية اللي بتحصل دلوقتي يمكن توك شو كله شغال عليها بالرأس وبالطبل وبتاعه وبيحفظوا العيال بأي وسيلة هتنتهي. على فكرة الناس بتتريق على الوسيلة اللي هي واحد بيحفظ بالطبل والرأس. لا أنا هي نظام عليها. التعليم هو تعليم هو أكبره على كده تلقيني. أو كده تلقيني اللي هو يعني ألف مش عارف إيه. فأنا كده. أنا بوصل المعلومة للطالب اللي قدامي بأي شكل كان إن هو يحفظها للأسف يعني للأسف. ولكن ده هينتهي مع التجربة الجديدة أوبن بوك ده والامتحانات الجديدة والنظام الجديد. هو نظام مختلف تماما عننا ولذلك معظم الأهالي مش قابلين مش الطلاب على فكرة الطلاب لأنهم سن صغيرة ف يقدروا يستوعبوا التجربة. لكن احنا كأولياء امور لا 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 انت هتبوظ العيل انت ده ماشي بقاله 8 سنين على نظام معين يحفظ ويروح يكب وخلصنا. لكن دلوقتي الطالب هيخش اللي فاهم هيحل اللي مش فاهم مش هيحل هياخد كتابه ويروح. وده اللي احنا عايزينه اللي عايزين اللي فاهم هو اللي يستمر. لا احنا عايزين نقول بس عشان السادة المشاهدين اللي بيشوفونا يبقوا معانا في القصة احنا في الاخر خالص عايزين مصلحة ابني ومصلحة بنتي ومصلحة الوطن ومصلحتنا. ما هي لما الولد يبقى كويس لما خرج انسان كويس كلنا هنستفيد. تمام. فاحنا عايزين نوصل التعليم او التعليم بيحاولوا يخلوه بالفهم مش بالحفظ. وانا شايف ان دي حاجة كويسة. طبعا دي حاجة ممتازة جدا. بس يعني اولياء الامور بقى يصبروا على التجربة شوية لغاية لما الطلاب يستوعبوها أكتر. وكويس إن ده امتحان تجريبي يعني ده زي ماتش ودي كده بين الطلاب وبين وزارة التربية والتعليم عشان يشوفوا مين مستواه أفضل ويحسنوا المنظومة. ولو في أي تعليقات أو في أي يعني شايفين إن في ملاحظات على المنظومة أكيد هيبقى في ملاحظات أكيد تتقال وتتاخد بعين الاعتبار. صحيح. يعني المفروض برضو يبقى فيه زي ما بنقول حوار مجتمعي ما بين وزارة التعليم والأهالي والطلاب ونشوف عشان نوصل لأفضل منظومة للتعليم في مصر. ويا رب وده اللي احنا يعني بنسمع عنه بقالنا سنين طويلة. تمام. معايا خبر خاص بحالة الجو بيقول من جريدة الوطن عاصفة رياح وأتربة تجتاح المحافظات ونوت الفيضة الكبرى تغلق الموانئ إغلاق حدائق الحيوان وصول الحرارة إلى 7 درجات في سانت كاترين. طبعا يعني حالة الجو اليومين دول صعبة خالص يعني باينة عليا وباينة على كتير قوي من المصريين بصراحة. احنا مش متعودين على الجو ده. بس يعني الحمد لله يعني نخلي بالنا نلبس تقيل ما نحاولش نستهون بالجو بصراحة اليومين دول. بس عايز أقول لك سانت كاترين رغم أن هي -7 ولكن تحفة يعني طبعا كفاية شكل الجليد هناك والدنيا
شكل تحفه. على فكره هو التلج بيخلي الجو نقي. نقي المشكله في التراب. في التراب. فاحنا مشكلتنا هنا في القاهره والعواصم الكبرى التراب بصراحه. صحيح. لكن الجو عموما مقبول يعني. احنا عاده بيبقى معانا فقره لحالة الجو، مش عارف إن شاء الله تبقى معانا النهاردة زميلتنا ماروتيا من الأرصاد الجوية بتدعم لنا على الهواء. الحقيقة كلنا محتاجين نعرف اليومين الجايين أخبار وما إلى، لأن واضح الدنيا جديدة يعني. معايا خبر آخر من الجمهورية بيقول ضربات الرقابة الإدارية تلاحق الفاسدين، استعادة 51 مليون وتصويب أخطاء بنصف مليار جنيه. الحقيقة يعني حاجة مش عارف أقول حاجة تفرح ولا حاجة تحزن، أن يتم القبض على عدد كبير جدا رؤساء مدن وناس ليها يعني كده، ناس يعني المفروض يعني في مناصب وبتقبض كويس جدا وحالتها المادية مستريحة جدا وكل حاجة دي جدا، وتلاقيه في الآخر حرامي ومرتشي وبيسرق فلوس. هو المشكلة أن كلهم يعني أو معظمهم من المحليات. أيوه يعني ما ده يخلي الدولة برضو ان هي تفكر في انتخابات المحليات. وهي فين انتخابات المحليات؟ احنا بقالنا دي خمس سنة بنتكلم عن انتخابات المحليات. يعني تخلي الدولة تفكر يعني، مش تعملها لان حاجة صعبة يعني، متهيألي ان انتخابات المحليات دي هتبقى حاجة صعبة. ولكن الرقابة الإدارية بصراحة يعني الواحد يرفع لها قبعة زي ما بيقولوا يعني، ان شغالة فعلا كويس، وايا كان مين المفسد مش يعني بالنسبه لي مش مهم يعني، يطلع زي ما يكون، ولكن المهم ان هو يتجاب. صحيح. فطول ما احنا بنضرب عليه يعني، القصه كلها لحد امتى يفضل الفساد معشش داخل داخل كل مكان في تابع للحكومه يعني. اصل الفساد ده يعني ما هوش مرض ممكن هتديله حاجه فهتخف منه ولا بتاع، الفساد موجود منتشر في الدوله كلها يعني، في مفاصل الدوله كلها عموما. صحيح. يعني موضوع الرقابة الإدارية ده من وقت للتاني بنشوفه بشكل بشكل ملحوظ كمان يعني. وبعدين لما بتطلع علينا الرقابة الإدارية بخبر بتدينا أرقام كبيرة يعني 51 مليون وتصويب مش عارف أخطاء بنصف مليار إيه يعني، فهي شغالة كويس، ويا رب تفضل على هذا المستوى يعني. تمام. يمكن من الأخبار بقى اللطيفة يعني نتكلم في خبرين. أول خبر بيقول مدبول ارتفاع الاحتياطي 42.5 مليار دولار باستمرار الاحتياطي النقدي بيرتفع، لكن السؤال اللي يشغل بال كثيرين، الاحتياطي النقدي بيرتفع لكن المواطن مش حاسس، ومستوى المواطن بينخفض. ما دي معادلة صعبة. صحيح. يعني زي نرجع أرجع تاني للخبر اللي هو بتاع منع استيراد الغاز او وقف استيراد الغاز كمان سنتين، ما هو ده يدينا برضو المفروض ان هو مؤشر ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز. طب الغاز بيزيد ليه سعره؟ اي ليه بنزود سعره؟ عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز، فبالتالي ممكن نعمل محطات كهرباء كويسه ونخفض سعر الكهرباء اللي مواطنين كتير قوي وصدقني ما بيقدروش يدفعوا فاتوره الكهرباء. صحيح. دي حاجة يعني حاجة ملحوظة، أنا بزود الخزاين ولكن مستوى المواطن ما زال منخفض. المفروض الحكومة هي اللي ترد، أنا ما عنديش رد بصراحة اليوم. تمام. يمكن برضو الصحف بتتكلم عن تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 شهر يونيو اللي جاي إن شاء الله، بتشوف هركز يعني إزاي هيأثر تنظيمنا لهذه البطولة المهمة في القارة الأفريقية، ويعود بعائد اقتصادي جيد وعائد سياسي جيد وتصدير صورة صحيحة لمصر. اولا يعني بص، العائد الاستثماري او العائد النقدي، انا هقول لك مثال واحد بس، احنا لاول مره في بطوله افريقيا 24 فريق هيلعبوا اول مره في البطوله، فده فرق يعني رقم كبير جدا. طبعا 24 فريق جايين بالفرقه كلها بالجهاز الاداري بالمشجعين، فكل ده عامل استثمارات طبعا هايله في البلد، كل ده عايزين ياكلوا، عايزين يسكنوا، عايزين يتفسحوا، كل ده دخل للبلد. يكفي برضه حضرتك انت عارف اعلان يعني في كل دوله، مثلا دوله تكسب فيطلع اعلان ان الدوله دي كسبت
والخبر ده ينتشر مثلا على السوشيال ميديا وعلى التليفونات والناس تتوارد الخبر ده، ده بيدخل فلوس للبلد. صحيح. فمن كل حاجة في البطولة ديت في مردود إيجابي لمصر إن شاء الله تبقى كلها بس يا خير. خير يا رب، يعني يا رب إن هي تمر على خير. أمين يا رب وتبقى كلها خير. بشكرك جدا أستاذ شوكت اسكندر الكاتب الصحفي، نورتنا وصباح النور. شكرا ليك، ميرسي أوي. ولسه معاكم مشاهدينا، ولسه معانا فقرات أخرى في صباح النور لكن بعد الفاصل.